شارك المئات في مسيرة احتجاجية في العاصمة المغربية الرباط للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد بعد صدور تقرير من منظمة الشفافية الدولية وضع المملكة في مرتبة متدنية في معايير الشفافية. وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام شعارات تطالب الدولة والمؤسسات الرسمية بضرورة وضع حد للفساد والرشوة ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام. وكان مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي الصادر عن منظمة شفافية دولية قد وضع المغرب في المرتبة 90 دوليا من أصل 176 دولة، يتراجع بذلك درجتين مقارنة مع التقرير السابق. ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. هذه المسيرة نريد من خلالها أن نوجه عدة رسائل إلى كل الجهات المعنية. ضمن هذه الرسائل، تكلفة الفساد ببلادنا مرتفعة، تشكل 2% من الناتج الوطني الإجمالي، تستنزف ملايير الدراهم، يفوت الفساد الذي للأسف أصبح منظومة قائمة الذات، يفوت فرص التنمية، يهدد القانون والعدالة، يقوض كل فرص الإصلاح وأي تحول ديمقراطي في بلادنا.